قال رئيس الحكومة إن سوريا وضعت مناطق عدة في عهدة الإرهابيين الأكراد متوعدا بالرد، وحذر من أن تركيا يمكنها ممارسة حقها في ملاحقة المتمردين الأكراد الأتراك داخل سوريا في حال الضرورة. الجبهة الكردية يعني أكراد شمال سوريا، حزب العمل الكردستاني مع مسعود البرزاني في شمال العراق أعلنوا أنه في حال تدخل تركيا عسكريا في شمال سوريا فستتحول المنطقة إلى بحيرة دم. مجدداً تفرض الورقة الكردية السورية نفسها لاعباً أساساً في الأزمة السورية وعلاقتها بتركيا، فبعدما أدى غزو بغداد عام 2003 إلى نشوء إقليم كردستان العراقي، يرى المحللون أن الفوضى السورية الحالية تشكل أرضاً خصبة لامتداد هذا الإقليم إلى سوريا، وهو أمر أثار الغضب والخوف لدى الجانب التركي، وخصوصاً أن أبرز المدن الكردية تقع على الحدود الشمالية مع تركيا كالتالي: عين ديوار، ديريك، القمشلي، عمودة، الحسكة، إضافة إلى حي الأشرفية والشيخ المقصود في محافظة حلب، وعزاز والباب وسفيرة في ريف حلب، علماً أن للأكراد وجوداً في العاصمة السورية يتركز في حي مسمى باسمهم. يشكل الأكراد 20% من مجموع سكان تركيا، و12% من مجموع سكان العراق، و8% من مجموع سكان سوريا، و6% من مجموع سكان إيران، وهم لطالما شكلوا ورقة ضغط سياسية تتبادل الأنظمة السياسية استعمالها، علماً أن الأكراد يصارعون منذ عام 23 لإقامة دولتهم على أجزاء موزعة ما بين شمالي شرقي العراق وشمالي غربي إيران وشمالي شرقي سوريا وجنوبي شرقي تركيا، مع العلم أن التحرك الكردي الميداني في شمالي سوريا هو خطوة في هذا الاتجاه كما يرى المراقبون وكما يوحي رد الفعل التركي. بالواقع من جانب النظام في سوريا يمكن أن يكون ذلك زكزكة أو ربما أبعد من ذلك من خلال تحويل أولويات الاهتمام التركي في سوريا من التركيز على ضرب النظام إلى التركيز على الخطر الآخر الكردي. ما مغزى هذا التوقيت لهذه الورقة الكردية الآن؟ الأكراد عللوا وتوصلوا إلى النتيجة على أنه لا فائدة منه ولا فائدة منه، لابد أن أنا أخذ حكمي بيد. إذن لا تريدون لا بشار الأسد ولا المعارضة السورية، تريدون حكمكم الذاتي. لا، من يجري حوار معي أولا، من ممكن أن نكون يقبل مطالبي الديمقراطية والإنسانية، هذا هو بكون مقبولا في بالنسبة لأكراد. أعتقد أنه أكراد لهم اتصال مع النظام السوري أو إدارة سورية بشكل أو آخر. المعارضة السورية لم تلتزم حتى الآن في كل بياناتها بإعطاء الأكراد هذه الحقوق الثقافية أو غير أو السياسية، وبالتالي هذا كان أحد نقاط ضعف المجلس الوطني السوري في الخارج، وأحد أسباب عدم انجرار الأكراد لأن يكونوا جزء من الجيش السوري الحر. الواقع الكردي في شمال سوريا لن يعود إلى ما كان عليه قبل بدء الأزمة السورية، وتتراوح هذه مروحة الخيارات أمام الأكراد من الحكم الذاتي كحد أدنى في أي سورية مستقبلية، وصولاً إلى احتمالات تقاطع مع منطقة شمال العراق، كردستان شمال العراق. أما الدولة الكردية المستقلة بتقدير هذه مستبعدة جداً في هذه المرحلة. إذن بين طموح الحكم الذاتي لدى الأكراد والفوبيا التركية منه، تطفو يوماً بعد يوم أوراق الأقليات في سوريا والشرق الأوسط على مسرح الأزمات سالكة طريقها إلى مناقشات والمفاوضات. رشا الكرم، قناة الجديد.